في سهرة رمضانية كروية في 21 من نوفمبر من عام 2003 كان الموهوب جمال حمزة في الموعد حاضراً بموهبته الفذة وأهدافه الحاسمة. ونجح جمال حمزة في ذلك اليوم من حسم قمة الكرة المصرية التي جمعت الزمالك والأهلي لمصلحة فرسان ميت عقبة، وسجل حمزة هدف فوز الزمالك بلقاء القمة للدور الأول من الدوري موسم 2003-2004 في شباك الأهلي في مباراة احتضنها ملعب القاهرة الدولي في إحدى ليالي شهر رمضان المعظم. وجاء هدف حمزة مع الدقيقة 18 من عمر المواجهة، حيث استلم الكرة بمهارة داخل منطقة الجزاء الحمراء وسدد في شباك عصام الحضري مسجلاً هدف فرحة أنصار ميت عقبة. ومثل الزمالك في تلك المباراة كل من عبد الواحد ومحمد صديق ووائل الأباني وبشير التبعي ومدحت عبد الهادي وطارق السيد وحازم إمام وجمال حمزة وتامر عبد الحميد وطارق السعيد وعبد الحليم علي.